تنضم إلينا من حمص مراسلة الأخبارية السورية شيرين العلي. تحية لك شيرين. تحية لك زميلة سناء. نعم أهلا بك. إذا شيرين، تم استكمال الاتفاق اليوم بخروج دفعة جديدة من المسلحين، ماذا عن الأعداد ومتى يستكمل بشكل نهائي هذا الاتفاق وبالتالي يصبح حي الوعر خاليا من الإرهاب؟ نعم زميلة سناء، بعد أكثر من شهر على بدء تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من اتفاق حي الوعر، خرج صباح هذا اليوم في 29 حافلة 1012 شخص من حي الوعر، بينهم 127 مسلحا ضمن الدفعة الثامنة المقررة نحو مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي. خرجت هذه الدفعة وفق البرنامج المحدد بإشراف الهلال الأحمر السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية، ويقضي الاتفاق بخروج المسلحين والرافضين للتسوية إلى كل من إدلب وريف حلب على دفعات أسبوعية، على أن يتم تسليم الحي بعد خروج آخر مسلح منها للجيش العربي السوري. وتشير المصادر الرسمية أنه من المتوقع أن يتم خروج الدفعات القادمة نحو إدلب وريف حمص الشمالي خلال الأسابيع القليلة القادمة. يذكر أن اتفاق حي الوعر دخل حيز التنفيذ في 18 من شهر آذار الماضي على أن ينتهي منتصف الشهر الحالي، وتضمنت المراحل السابقة خروج نحو 3000 مسلح من الرافضين للتسوية، بالإضافة إلى 7000 شخص من عائلاتهم وذويهم. بالنسبة نعم. لي نعم، كما شيرين أن واقع نعم تفضلي. تفضلي فيما يتعلق بالاستعدادات شيرين لعودة جميع مؤسسات الدولة إلى حي الوعر. نعم، واقع الخدمات سوف يتحسن نعم بعد دخول الورشات لحي الوعر، وذلك بعد خروج آخر دفعة من المسلحين مع ذويهم. ونذكر أنه ضمن قائمة التسهيلات المقدمة، أهالي حي الوعر الذين يريدون البقاء في الحي مستمرون بالدخول والخروج عبر معبر المهندسين. الاستعدادات على أكمل وجه، نعم، وممكن خلال منتصف هذا الشهر حسب ما صرح محافظ حمص لنا أن يتم خروج آخر دفعة من المسلحين. نأمل أن يحمل شهر أيار أخبارا سارة. أود أن أذكر بأنه في 9 من أيار عام 2014 أعلنت حمص القديمة خالية وآمنة من السلاح والمسلحين. كما يأمل أهالي حمص أن ينفذ هذا الاتفاق على أكمل وجه حتى تعود حمص كاملة آمنة وخالية من السلاح والمسلحين. أخيرا شيرين، لو سمحت لي أن تضعين في صورة تفاصيل ميدانية، الجيش العربي السوري يتابع التقدم في الريف الشرقي لمدينة تدمر، ماذا عن التفاصيل؟ نعم، بعد تحرير حرر الجيش العربي السوري سلسلة جبال الشمرية في ريف حمص الشرقي بعمق 9 كيلومترات وعرض 13 كيلومترا بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي. ويتابع الجيش العربي تقدمه بمؤازرة القوات الرديفة والحليفة هناك وعلى محور أيضا ريف تدمر، وينفذ رمايات نارية دقيقة على كل من تحصن نقاط تحصن داعش في المناطق التي يتحصن بها تنظيم داعش الإرهابي، ويكبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. يتابع إذن الجيش العربي السوري تقدمه في تلك المناطق بعد نجاح إلى الآن نجاح المصالحات في منطقات الوعر. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات شيرين العلي، مراسلة الإخبارية السورية في حمص. شكرا لك شيرين.